للمرة الثانية خلال أيام فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شخصيات عدة من دول الخليج بسبب حزب الله اللبناني. العقوبات طالت 4 قطريين وسعوديا وبحرينيا وفلسطينيا إضافة إلى شركة في قطر، وتشمل العقوبات تجميد أصول الشخصيات والكيانات المعنية أو أي كيان يملك 50% من أصوله، كما هددت الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات ثانوية على كل من يتعامل مع هذه الكيانات. بيان وزارة الخزانة الأمريكية أوضح أن الخطوة تستهدف شبكة تمويل حزب الله في دول الخليج. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن هذه العقوبات جاءت بالتنسيق مع حكومة قطر. العقوبات تهدف بحسب الوزير الأمريكي إلى اتخاذ إجراءات ضد شبكة مالية لحزب الله تتخذ من دول الخليج قاعدة لها. وأكد بلينكن على أن واشنطن ستستمر في التعاون مع الشركاء الدوليين لحماية الأنظمة المالية الأمريكية والدولية من انتهاكات من وصفهم بالإرهابيين. من واشنطن عبر زوم السفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكية ينضم إلينا. أهلا بك معنا سيد مسعود. بداية، كيف يؤثر حزب الله اللبناني على النظام المالي الدولي وفق تصريحات وزارة الخزانة الأمريكية، وأيضا ما نطاق وحجم شبكات الممولين لديه؟ أولا تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. أعتقد أنه من المبالغ فيه بعض الشيء أن نقول أن حزب الله يؤثر على النظام المالي العالمي، ولكن معروف أن إيران التي هي تمول حزب الله بصورة رئيسية خاضعة لعقوبات قوية جدا منذ 2018 عندما انسحب الرئيس السابق ترامب من الاتفاقية النووية وفرض عقوبات قاسية جديدة على إيران. ومن هذا المنطلق فإن حزب الله الذي شحت ربما إلى بعض الشيء مداخيله يسعى ويحاول أن يعوض عن هذه الخسائر بطرق أخرى في دول أفريقية وربما بدول خليجية. هو يسعى أين توجد الأموال، أين توجد مصادر الأموال، ومن هذه الدول يسعى إلى الحصول بطرق طبعا غير قانونية، بما أنه هو خاضع لعقوبات أمريكية وعقوبات أوروبية قاسية، يسعى بطرق غير قانونية للحصول على التمويل الذي يمكنه من القيام بنشاطاته في لبنان كما نعرف جميعا. نعم. طيب سيد مسعود، إلى أي مدى باستطاعت سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا سياسة العقوبات بإمكان هذه السياسة تقويض حركة حزب الله وتقويض يعني مستوى نشاطاته؟ نعم، يصعب تحديد إذا كان هنالك من إمكانية لتقويض، هنالك إمكانية لخلق صعوبات. لقد رأينا كيف الولايات المتحدة كانت تفرض عقوبات على نظام الرئيس صدام حسين وعلى العراق وعلى إيران. العقوبات المفروضة على إيران منذ 40 سنة لم تؤثر كثيرا على النظام الإيراني، على الحكم الإيراني، إذ امتد أكثر وأكثر في الشرق. فالعقوبات ليست دائما هي الحل الناجع، إذ أن ضحية العقوبات إذا شاء التعبير تسعى إلى وسائل أخرى، وسائل غير قانونية، ويبدو أنها تستطيع دائما أن تحصل على بعض الأمور التي تساعدها للخروج من تحت سلطة العقوبات. وهذا ربما ما يفعله حزب الله في بعض الدول التي فيها أموال، وسنرى كيف ستتم الأمور في المستقبل. ولكن هذه العقوبات يبدو أنها حتى الآن لم تعطي النتيجة المرجوة منها. صحيح أنها تضر بسمعة الأشخاص الذين هنا هم موضع العقوبات، ولكنه يبدو أنها لا تضع حداً لنشاطات حزب الله، إذ نعرف أن حزب الله الآن في لبنان مثلا هو يسيطر على القرار، ذلك باعتراف من جهة أتباع حزب الله الذين يقولون أن لا يمكن أن تتخذ الحكومة قرارا دون موافقتنا، وأخصام حزب الله الذين يلومون الحكومة على أنها تترك حزب الله يسيطر عليها. أي أن هنالك إجماعا في لبنان على أن حزب الله يسيطر على القرار اللبناني، وذلك بالرغم من كل العقوبات ومن كل الأمور التي تتخذها الولايات المتحدة وغيرها من الدول بحق حزب الله.
نعم سيد مسعود، كيف يتم التنسيق مع حكومات الدول المعنية من أجل فرض العقوبات على المواطنين لديها الذين يعملون ضمن شبكات حزب الله؟ ربما هنالك تعاون استخباراتي بين الدولة الأمريكية وبين مخابرات هذه الدول التي تسعى إلى معرفة نشاطات الأشخاص الذين هم يمولون حزب الله، ربما عن طريق التحويلات المصرفية، أين تذهب هذه التحويلات، أو ربما عن طريق الكميات الكبرى من المبالغ بالنقد بالكاش عفوا، انتقال عبر المطارات، ربما تكتشف أمور مثل هذه هنالك، ولكن هذه مواضيع استخباراتية تتعاون المخابرات من هذه الدولة وتلك مع مخابرات الولايات المتحدة وخاصة تلك التابعة لوزارة الخزانة، يتبادلون المعلومات فيراقبون الأشخاص الذين يشكون بأمرهم، وفي حال تبين أن هنالك اكتشفوا أن هنالك عمليات تحويل أموال لحزب الله أو أمور أخرى تساعد حزب الله، فإنهم يخبرون الإدارة الأمريكية التي تأخذ القرار المناسب باتجاهها في هذا المجال. نعم أشكرك، كنت معنا سفير مسعود معلوف الدبلوماسي السابق وخبير الشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك.